حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. وسهلا بكم حضرة المستمعين والمستمعات متابعي إذاعة الحياة اف ام في حصتنا حضرة الأسياد على 90.3، أيقونة الصحة الأولى في تونس. أسيادنا في البلاتو اليوم يكون معنا طبعا السيد طارق العلاني. اهلا وسهلا بك سي طارق، مرحبا نورتنا. اهلا وسهلا، شكري، بارك الله فيك. وينك الغيبه يا سي طارق؟ الحمد لله، ظروف خاصه ان شاء الله. الحمد لله، عايش كاتب. سي محمد الشابي شهلول، مرحبا بك سي شهلول. اليوم اختفناك يعني من المحل نتاعك والحرفاء موجودين، المعذره نعتذروا منك. لا 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 لا. خدمة هالبلاد العزيزة الغالية، نحب نبلغوا حويجة الأخرى باش المستمع القيروان يستفيد منها. أيوة، مرحبا بك مرة أخرى سي شهلول. طبعا الشيخ عمران. أهلا وسهلا، مساكم بالخير. مرحبا بك سيدي الشيخ. يعيشك سيدي. وفما متابعات وفما تو نشوفوها تو نشوفوها. بطبيعة الحال اليوم يزورنا أول مرة بطبيعة الحال الشيخ محمد البقلوطي الحرفي في النسيج والسلامجي القديم. السلامية، مرحبا بك سيدي محمد. مرحبا بك أخر سيدي، مرحبا بكم، وإن شاء الله تلقاو منا إن شاء الله نكونوا أخفاء الظل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله سي محمد، الدنيا سخونة برشا والظل الظل انقطع فسخانة، فهمتني؟ وربي إن شاء الله يجرها على الصلح، والسخانة هذه إن شاء الله ربي فرهدها. أمين. وبالطبع السيد نور الدين الغماري الباحث في التراث المادي واللامادي، هو موجود معنا زادة، فهمتي ولا نرحبوا به. اليوم موضوعنا هو متميز، الموضوع هذا هو معناها شكون ما يعرفش فينا الجرابة، والاسم هذا الجرابة في مدينة القيروان في المدينة العتيقة، ومختلف الاختصاصات في هذه الدكاكين المتميزة. وإحنا صغار كي نتعداو ونلقاو دكاكين متاع الجرابة نحسوا مغارقين، شبيه مش كيما الحوانت الأخرين، يعني معناها فما دروج لداخل اللوطة يفكرنا في الدهليز. لا لا، هما الحوانت غارقين شوية، يعملوه تقريبا 50 سنتي غارقين اللوطة. أيوة، ولا فما تلقى 60-70 سنتي على قد العلو متاع النول. النول باش يبدا موجود مبني تحتك، نسميوه نحن كاللوحه هذيك الافقيه هذيك الوطنيه والفوقانيه، نعملوه تحتها بني، البني باش يبدا قوي، يبدا قوي ما يدردعش النول. هو سي محمد، شوفوا لاحظتوا حتى الساده المستمعين، سي محمد البقلوطي دخل ديريكت في صلب الموضوع. أي. يعطيك الصحه. بطبيعه الحال انا باش نطلب منك باش تقدم لنا ساعه سي محمد الجرابه هذه، كلمه الجرابه مش معناها هذه جرابة، هذه نقولوا نحن هما ما لهم من القيروان. أيوة، مثل سي عبد الرزاق الفاسي، سي أحمد الفاسي، سي محمد صالح العبيدي، علي بن عياد، سي محمد زغدان، علي جمعة، هما القدم من القيروان. وميلاد وبرشا وبيع لي ميلاد. اي بيع لي ميلاد شادي المجربة، وبيع شادي المجربة على قائمه جنبنا. اي وموجود قائمه عند سي شهلول تو يقرا هون، تو يقرا الاسامي نتاعهم. هذوما الناس كبار كانوا يخدموا في النسيج، ولكن اش يعملوا وقت الفلاحه؟ عندهم الفلاحه ما عندهم الخدمه، خاطر الخدمه هذه خدمه نتاع كيف، ماشي نتاع مش نتاع كوميرسون، معناها باش نصوروا الفلوس وباش نصوروا برشا منها فلوس. يعني الناس عندها انوار وعندها خدمه، ويجيبوا ناس خدامه من برا من بنقردان ومن جربه، ويجيبوا من صفاقس ويجيبوا من برشا بلايص، ويجيبوا حتى من الساحل، يجيبوا حتى من. علاش سي محمد؟ مش فاهمك علاش. ايوه، هذوما الناس هذوما براينيه، يجيو براينيه يحبوا على الخدمه، يجيو يلقاو عندنا برشا عباين، لان كانت المراه تتجهز من العبانه والتجليله والبرنوص للعروس راجلها، وتعمل الفراشيه والحايك اللي تتغطى به، يعني موجودين يدفعوهم للنساجه. والنساجه هذوما كما قلت لك يمشيوا في الفلاحه، يمشيوا يجيبوا ناس تخدم معاهم،
يخدموا معهم صنع ياخذوا الاجر نتاعهم، لكن هذوما صنع هذوما يقيموا في الحوانت ويباتوا ويصبحوا. فما في الحوانت هذوك يقعد بالشهرين بثلاثة شهور بالاربعة شهور ساعة ساعة، فما اللي يقعد على طول يعني يخدم كيما باع لي ميلاد الله يرحمه، كان عنده واحد صفاقسي يبات ويصبح فما في الحانوت العام على خو. يعني هذه معناها على سموها جربة، واكثرهم من جربة، الاكثريه من جربة، ومن وجربة كانوا يخدموا جربة، راهم كانوا الصناعه نتاعهم هي النسيج نتاع العبانه، يقولون احنا يخدموا البطانيه، يخدموا الملحفه، يخدموا اكل الغطاء نتاع النساء اللي تغطى به النساء وتخرج به نتاع صوف. فهمت ولا سي محمد؟ نعم سامحني باش نقاطعك. تفضل. كان ممكن تعطينا الاختصاصات، اهم الاختصاصات اللي موجوده في الجرابة؟ معناها ايش معناها؟ معناها يعني النوعيه الغطاء اللي يستعمل أي. في الشتاء أي. ونوعيه الغطاء اللي يستعملوه في الصيف. نعم معناها الغطاء اللي يعملوه في الشتاء هي البطانيه العبانه، قولوا نحن العبانه الطول نتاعها 6 متر و50 6 متر و50 سنتي، والشطر نتاع العبانه 3 متر و25 سنتي، زاد والغطاء هذا غطاء شتوي تاع الشتاء تغطى به المراه في الشتاء في الفرش معناها في الفراش، الرجل والمراه في الصوف، صوف طعمه صوف نتاع العلوش. ايوه. وفي الصيف لحظه سي محمد تفضل. فما حاجه مثلا كانت عدلنا يقولوا عبانه خليقه، ساعات نسمع ايش معناها ايش يقصدوا؟ عبانه الخليقه فما احنا مو العلوش تلقى فيه الالوان، فيه الجري، فيه الاكحل، وفيه المارون البني، فهمتوا البني والابيض، وفيه الابيض هذاك يتنحى في الصوف وحده. أيوة. على شيره ويتخدم ويتقردش يولي طعمه ويولي قيام. ايوه فهمتوا هذاك يخدموا به القطعه اللي في اللون هذاك، اللون الاكحل اللون البني واللون يعني معناها ما غير صباغ، ما غير صباغ هذا ايش معناها؟ من غير ما يمشي بالصباغ. ايوه. نقولوا نحن عبانه خليقه ولا برنوس خليقه. ايوه. فهمنا يسميوه خليقه هكا، خليقه علاش؟ اللون هذاك هو مخلوق مع العلوش. لون طبيعي. فهمت لون طبيعي. أيوة. ومعناها الابيض هو حتى الابيض فيه انواع، فيه الوان صوف الابيض، فما صوف الابيض وفما الكريم نقولوا نحن مستصفر شويه، فما نقولوا نحن البيج لون الطعمه يبدا زاد كيف احنا نسديوه، كان قبل كيف نسديوه مثلا اللون اللي مش نخدموا به الطعمه نسديوه به القيام. باهي سي محمد. فما ماده اخرى بخلاف الصوف اي كيما الزربيه يعملوك الخيوط هذوك؟ الزربيه هي صوف اي الخيوط نتاع السدوه معناها. ايوه الخيوط هذوك منين؟ في الديشان يعني طعمه. ايوه. مش قيام، قطن هذاك. قطن. قطن قطن ناخذوه نشريوه من معناها من قطر الساحل، عندنا قصر هلال من سمي على القطن. اي سامحني معناها صناعه تونسيه سي محمد نقصده. صناعه تونسيه. معناها مش صناعه مستورده. لا يعني لا لا الماده. لا الماده ذي تونسيه. القطن بطبيعة الحال هو يقع استيراده. قطن يقع استيراده، لكن هذا خيوط موجودة في قصر هلال. أيوة. باش نقول لك أنا شنو جاب من الخارج ولا مش من الخارج، هو ستوك. ستوك ناخذوه جويد ونكبوه نتوقوه ويتكبب كبايب ونعطيوه للنسوة تغزلوا وقت اللي مش كيف القيام وقت اللي يتغزل كيف تنحيه من المغزل اللي يولي يتكمش. اش نعملوا له احنا؟ نعملوا له نقولوا احنا لوحه هذيك الطاره نتاع الغربال. اي نحطوه على الطاره نتاع الغربال ونبلوه بالماء المالح ويقعد يشيح، وقت اللي تنحي انت القيم هذاك يطلع مسلوق. ايوه هذاك القيم باش نخدموا به، فما نخدموا به العبانه ونخدموا به البرنوس ونخدموا به الحايك والفراشيه. الفراشيه هذه مش قيامك هو قيام قطن. قيام قطن. قطن هذايا يبيضوه. كانت عندنا زنقه موجوده في جربه اسمها القيصريه. ايوه. لكن هي قصارين تسمى. اما نحن نقولوا طلعت الاسم نتاع هذيك القيصريه. فهمت ولا؟ هذوما يبيضوا القطن، يبيضوه فما ماده يعني تبيض الصفوف وتبيض القطن. يغطسوه في القطن هذاك يعملوه ويولي خصالي، الخصالي هذاك نحطوه
على المكبة، سماك المكبة كل أكل الثبذة متاع قصب، المكبة متاع قصب تنحطها، نحطك الخصلة ذيك فوق منها وندورها ندورها على سي محمد. فما سؤال آخر يعني يتبادر الأذهان عدة يعني الناس، فما شكون اختصاصي في صناعة السدية ذيك كل نوع ذاك اللي يخدموا بها في الجرابة، وإلا هو بيدو صناعي يصنعها؟ لكن يبدا بالسقين هذيك تسمى النول. النول النول هذاك النول هذاك يصنعوا نجاره، عندنا نجاره وعندنا زبوز. اي جات الزبوز هذاك نقولوا احنا التورنير. التورنير سي محمد، فما شكون اختصاصي ايوه فما في الحاجه هذه، والا هو بيدو صناعي؟ لا 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 اللي يغزل فما اختصاصي بتاع الغزل بتاع الغزيل. اي عندنا نساء نحن نكبوهم كبايب ونعطيهم للنساء يغزلوهم، يغزلوهم بالمغزل. يبدا الخيط مغزول هذاك الوقت هذاك هذاك نسديو به، نعملوه على السدايا ايوه، نخدموا به زربيه يسمى نسميوه هشكول. ايوه هشكول هشكول نسميوه هكا، يعني اللقنة بتاعنا الموجوده. تو سي محمد فيما يخص يعني الاختصاصات، نحكيو على اهم الاختصاصات. تو مثلا القروين تعرفت بالكاسة، ايه كاسه نتاع الحمام، الكاسه نتاع الحمام وما ادرك ولاد بن عياد الكل يخدموا الكاسه نتاع الحمام. ايوه كاسه القيام بالاصل، ايه كاسه القيام، كاسه نتاع أيوة. القيام هذه كيف نعملوها؟ فما نقولوا قيام بقردوش، قيام هو بالقرداش، مخدوم بالقرداش ومغزول اكل الفواضل هذيك نتاع الطعمه كل حرشه. اي فهمت، يطلع كل الخيط هذاك ونتوقوه، نتوقوه بخيط اخر ابيض تاع قيام على ثلاثة، يبدأ خطرة يجي الحاجة ما تدق إلا ما تكون على ثلاثة، يعني يخلطوه ونغزلوه كما نغزلوا القطن متاع الزربية، لكن ما نكتسوش ياسر، يدوروه نصف دورة باش يقعد حرش، نصف دورة باش يبدأ متلوق، باش يبدأ متلوق. بعد نحطوه على فما عودة هكا عاملينها مخصوصة طولها 20 سنتي، نعملوا بها نسميوها ليفق، ندوروا بها القطن هكا ندوروا بها ليفق فهمت ولا، هذيك نخدموا بها الكاس. انا قعدت نخدم في الكاسه تقريبا شي 5 سنوات. لونها اكحل هذه مصبوغه، فما لون الاكحل وفما الوان، فما بتاع الطعمه، بتاع الطعمه هذه ما يخصوش بها في الحمام، يعملوا يصوروا فيها سمعه، يصوروا فيها السيد، يصور فيها حاجات فهمت ولا، هذيك تتحط في الكوافاز بتاع العروسه تنصوف تاع العروسة. وعندنا بتاع الصوف تسموها بتاع الغسيل تسموها مزابي. مزابي كاسة مزابي هذه قيام يتخدم أبيض ولا أشخم ولا اللي هو، بعد يتصبغ أكحل، يتصبغ أكحل وقت اللي تحط تخيط الكاسة. الكاسة نعملوها العرض نتاعها 16 سنتي العرض نتاعها، والطول نتاعها 45 سنتي، تطبق على اثنين يعني. تطبق على اثنين وتتخيط وبعد تتقلب كما نقلبوا كما يقلبوا الكونترا. تتقلب وبعدين تتخيط، تخيط بنظام حلو، منظر حلو ياسر، تبدا منقوشه. سي محمد تفضل. الكاسه هذه اللي لهلدتنا كما كيفاش يقولوا تلهد الظهر ما احنا صغار يعني كنا نعانيو من الكاسه، نتسلخوا مش خاصه. علاش؟ انا شفت مثلا ريت مشهد انا حضرت عليه سي طارق قدامي، ياخذوا الكاسه ويحطوها يكهبوها على النار، اي على الشرع على المجمره ولا على المجمره من فوق. وانا نقول له بابا الله يرحمه، نقول له علاش؟ يقول لي باش فمك الشعره تموت الزايده. صحيح هذه يا سي محمد؟ هي صحيحه، هذه يعملوها الطيابه نتاع الحمام. ايوه علاش نحن الواحد يبدا يغسل كاسه الطياب مش كيما كاسه المواطن العادي؟ كيف 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 كيف، اما هذيك يعملها يعرف فيها يصنعها، ونحن خليت كاسه كاو برا اغسل بها، حك لحمك وكيما تحب كيما يجي. هنا الكاسه كيفاش تعملها؟ اول حاجه ساعه نبلوها بالماء. ايوه ما سخون ولا البرد؟ ما سخون ولا برد، ماء وكاو خاطر ما تتلمش مريقله، فهمت؟ تغطسها، بعد ما تغطسها تشيحها طريف وتاخذ شمعه. ايوه تشعلك الشمعه هذيك وتبدا تحجم فيها بالنار. هكا الشعره الطويله هذيك كل تتنحى تقعد كان جويده هذيك، والطياب يعرف كيفاش يحط
يحط الكاس على الحم الكليون نتاعو فهمنا ولا يعرف كيش يحطها ما ينزلش احنا ما نعرفوش وواحد هز ولاده ومشاو للحمام يشدوا فهمنا ولا استخرم جلده فهمنا فما ناس بتعرف فما ناس فما كاو على ما تعلمهاش هي دي راهي ثقافه ثقافه احنا توا سي محمد احنا نحكيو توا بصفه عامه دونك قلنا فما لعبانه فما الكاسه اللي تتخدم في القروان اي وفما الحايك 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 تخدموا تخدموا نساء ولا تخدموا رجال الحايك الحايك يخدموه الساعه المره الاولى نساء تخدموه أيوة. يعملوا قيام جويد ايوه تحفون احيانا الحايك طوله 6 متر و50 سي محمد قديش 6 متر و50 طوله 6 متر و50 اي والعرضه نتاعو 2 متر و20 وقت اللي تتغطى به المرأة وقت اللي نحيوه من النول تلقاه كيلو ونصف رطل كيلو 400 جرام مش برشا مش برشا مكثر الجهود نتاع القيام وفما نساء صناعية بالقدا شيء كبير ما قعدوش منهم حتى شيء ما قعد منهم حتى حد الله يرحمهم كل وما عادش ينجم حتى حد يعملوا القيام اي يعملوا القيام وبعد يهزوه للجرابة بعد يهزوه للجرابة الجرابة يسديوه يقول لك نسديه للحايك هذايا وحده ايوه يسديه الحايك وحده كيفاش يقعد بك الحايك هذاك ساعة ساعة جمعة كاملة يقعد يخدم فيه علاش الخطر هو حساس يتقطع فيه سهم ما يوصلش نعملوه نحن بنشال فما نشال نغليوه نطيبوه أيوة. نشال نطيبوه مليح مليح ونخلطوه بالملح ونخليوه جاري صفيوه يولي كل ماء بعد كل ماء الشيطة هذيك البروسة بالقيام بالسبونتاكس ونعملوه بالبروس نبداو نخدموا فيه بالبروس من القدام من في الشاندي فيل فيل دي شان يعني فهمتني ولا هذاك نعملوا بالبروس حتى لين يولي مضني الخدمه سي محمد متعبه 6 متر اي 6 متر نعم 6 متر اي فما اكل الحايك الغليظ علاش الشاي يحطوه مشى باش الخيط يصح ويتلم هو يتقوى الحيط الخيط يتقوى ايوه الخيط يولي قوي يتشمع يتشمع يعطيك الصحة السبحة كي يجيو ينبروها يحطوا طرف الشمع باش يشد هذا يتشمع بنشاء ايوه نعملوا له نشاء ولا يعني نقولوا نحن الشمع لا مش بشمع فما سمغ سمغ ايوه سمغ العربي سمغ العربي هذاك يتخلط مع النشاء ويتعمل باش يتكبس مليح ويولي صحيح القيام يولي يبدا يخدم فيه يخدم فيه باليد نزق باليد في الجعبة تبدأ تدور ترمي بشوية باليد هكا ترمي وتخدم وتدق هذيك الخدمة ما يدقش يبدأ شباك حبيبي خشب الورد كما قال محمد بخلاف هذا سي محمد الحايك معروف أنه يتغطى به المرأة تغطى به المرأة كتغش الغطاء متاع المرأة مش سهل باش تتغطى به خاطر معروف على القروان هو العبون والغمبوز والحاجات اللي كلهم مش سهل في فن فن كبير أما بخلاف هذا ثم حاجة أخرى يستعملوها في الحايك شنو هي حاجة أخرى يستعملوها معناها في حاجة ما نقولوا احنا اختيرة شوية مش اختيرة هي فما قطوسة ساعات كي تهبط في البير باش تطلع باش ينقذوها باش تغرق مسكينة يهبطوا لها الحايك يهبطوا لها الحايك صحيح تكبش هي في الحايك وتطلع من الحاجات اللي عملناها هذه موجودة والله هذه يعني بارك الله فيك انت جبت الحكاية هذه الحكاية هذه انا ريتها البارحة برك احنا عم نخدم تو في الحايك حياك نخدموا فيه مقلدين ما مشيك الحايك هذا اي نعرف خاطر معناها ولات غالي يتكلم قمرايه نحطوه في القالب هكا نحطوه في القالب باش فما اقتصاد موجودين فما الشعب تطلع بصوابعها تبدا تخربش فيه تخربش بظوافرها اي بظوافرها نجيو نطردوها ونقعد نعاودوا فيه بالليبر نسيس شفت مشكل قديم يعني تصديق لقولك ايوه واللي قالوا لك عليه يعطيهم الصحة صحيح يعني حاجه حساسه احنا اسي محمد احنا وقعت لنا في دار في حومه البي حومه الشرفه أي. تهبط القطوسه وانا صغير نعرف تهبط القطوسه يجي الوالد الله يرحمه يهبط الحايك ويقعد يهبط فيه بالسياسه وتكبش هي كالقطوسه وتطلع من البير فهمني كان عنده برشا وظائف وفما كلمه قالها سي محمد بكري قال سمعت جرابة عاملين هكي الكيف معناها حتى نسانا كذلك المرأة الصباح لا
تفز الصباح تنقب طيب قوتها ترجل ثم تشد السداية المرقوم زاد بالكيف المرقوم كان زربية زربية معنى بالضبط كيما الجرابة كيما المرأة فهمني شو عاملين من عرض سمارة مش تحكينا على موقع الجرابة في يعني وعلاقته بالأسواق في المدينة هو بتبيع فما حركية بتبيع حركية كبيرة وسوق معناها سوق كبير احنا نسوق احنا نشقوا البلاغجية بصفة عامة باش نمشيو للجرابة انا شيء اللي نعرف وين خاطر عندي معاه سوفونير كبير حق سوق أيوة. الجرابة على اساس كل يوم وانا في وسطه ايوه وقايل علاش احنا كنا نسكنوا في المر في الجامع ايوه وكل يوم نمشي للمكتب للمكتب الاسوار تشق يعني كل يوم نشق الجرابة هذا ما لا سبيل اليه يعني معناها عادة وكما قلوها كل يوم انا في دارنا الشيء اللي معروف انه في الجرابة هو سوق كبير فيه تجارة وفيه صناعة وفيه زادة جانب اقتصادي كبير ياسر تو بكر تكلم سي محمد على سي محمد بقوت على النساء اللي معناها تغزل القطن موجود عندنا القطن ويزرعوه حتى القطن هنا ويخدموه ويجينا فتول فتول لكن لازم يتغزل وشيء اللي نعرف وانا انه فما معناها العديد من التجار من جملتهم سيد القحطان الله يرحمه عارف سيد الله يرحمه انه معناها عنده حتى صناع لازم يغزل لكن هو يعطي لك النساء وخصوصا فما نساء تلقاهم حتى معناها قليلة يمشي وياخذوا اكثر كبوب على حسب معناها السيتياسيون نجم تقول معناها الوضعية حسب الوضعية المادية المرأة اللي عندها وضعية مادية اقل معناها اقل من غيرها شوي تاخذ اكثر كبوب باش تصور اكثر وكان معناها حتى حد وكانت معناها ثم معناها قلوا احنا علاقة بينك مولا السوق وبينك النساء هذوكم وما يرغب حتى حد وساعات تقع عندها حتى بنات هي بيدها وتاخذ اكثر كبوب باش تصور حويجة يعني كان ثم مخلف هذا كله كان ثم الدلالة نتاع الطعمة هذيك تقريبا كل يوم مراها خصوصا كي نبداو في الشتاء خاطر الشتاء احنا نمشيو مع سبعة ونص ثمانية غير ربع للمكتب تلقاها هم في الصباح بكري ديما بعد ثلاثة الصبح في الشتاء نحضر على تنبك نقولوا احنا السوق في الصيف او كيما الوقت هذا تلقاها السوق ديجا فرق خاطر من خمسة تاع الصباح يبدا وحنا مازلنا مشيناش للمكتب على كل حال ثم سوق كبير وفما دلالة وفما خدمة أخرى في الطعمة والطعمة هذيك بطبيعة الحال بعد الزاز نتاع السوق فما اللي ينفشوه وبعد اللي يغسلوه والعديد من المراحل تتعدى لين يوصل طعمة يوصل طعمة يتباع من المزاد العلني والناس اللي غادي يجاو يشريوا فما تجار تشري وتبيع وفما حتى نساء اللي هما عندهم يرقموا الزربية أو المرقوم كما قال الشيخ هذوك ما يشريوا فما اللي يشريوا معناها بريمير مان فما الدوزيام مان فما اللي يمشيو حتى الغادي وبالدلاله يشريوا الطعمه باش يخدموا بخلاف هذا كله الجرابه ماهيش تقف عند النسيجه وعند السوق هذايا فين العديد من الحاجات من جملتها الحايك اللي تكلم عليه سي محمد انه وقت اللي يتغسل الحايك ما يتنشرش في الدار خاطر كبير برشا 6 متر وبناء الراجل صغير نتعدى كانوا يهزوه في سر مازال ماه يقطر ويهزوه ويجبدوه ويحطوه معناها فما لوحه على اليمين ولوحه على اليسار وفما كاين مسمرات هكا ولا كروشيات هكا شيء ويتجبد خاطر ما يتحددش بعد مع الشميسه على السمش معناها يتحدد في يعني في عقله يشيح في عقله يقطر في ماء لين يشيح وبعد مولا اللي عنده كل اللوحات هذوكم ياخذوا حقه فهمت ولا الناس كل تخدم على روحها كان قبل السي محمد المجار اي هكا ولا رحمه اي هو السي محمود بوحوله اي هي كان يجبدوا هذوما كانوا يجبدوا الحياك ايوه في الصيف كما هكا ما تبقاش فيه فضاء معناها كل واحد كل واحد يجيب له حايك خاطر في الصيف ما يلبسوش سي محمد الحايك يخسلوه في الصيف يحطوه المرأة الحايك ما يتنحاش المرأة كتخرج سي محمد حاب نسالك زاد انت حاجه واش فما الطريقه نتاع طويان الحايك اي ولي كيف الثلثه هذيك كيف كعبه صمصه تولي يعطيك الصحه بالضبط يا مش اللي يجي يعملها مش اللي يجي وهذا مهمه ياسر المعلومه هذه صار ما يطبقش معناها كيما البطانيه كيما العباد على اربعه وعلاش يعملوا كي الصمصه سي محمد احنا نطبقوه المره الاولى التطبيقه الاولى ايوه ثم الثانيه وبعد الثالثه يولي 20 سنتي الحاجه وطوله 6 متر و50 ايوه اش نعملوا احنا نقلبوه هكا نعملوه هكا وطبقوه مره هكا مره هكا مره هكا وقت اللي واحد يشد من غادي واحد يشد من هنا
فما التطبيق من نول تول زاد كي يجي خارج من نول معناها يطبق من نول من نول من نول يخرج عادي معناها الحايك الحايك من نول باش نعملوا احنا وقت اللي تبيعوا انت محلول وكل شيء يقول لا هذا تلبس هذا تلبس مجدود اما اش نعملوا حلوه على المطوى ايوه حطوا مسطره لوح مربوطه منها بخيط وبخيط ونشكلوا بها الحايك هذاك نبداو ندوروا فيه حتى اللي نوفر يقعد معنا كل كعكة طويل نطبقوه نحنا نطبقوه منا طريف منا وطريف منا وبعد نطبقوه هكا يمشي مربوط يمشي مربوط هذاك اللي يسمى من نول نتاعو صحيح تو بكري قالك على القصرين سوق القصرين صار هذيك نتاع هذه اللي يعملوا بها البيضوا بها البيضوا بها القطن البيضوا بها القطن وكل شيء مخلف هذا ثم ثم اللي يخدموا في الحايك يسميهم الحوكه حواك الحواك يعني اختصاص حايك ذكرتني في ولي صالح انا ولي صالح تو فما جامعه في القرانطه في القرانطه تاع سبع بحر السبع تخرج من 7000 تيت وجي ماشي من رحبه هكا فما جامع صغير جامع هذاك تاع جامع جامع سيدي زعفران ايوه ايوه سيدي زعفران هذايا يخدم في يخدم كان في الحايك حواك ايوه وقت اللي يبدا يقرنط في القيم قرنط فيه على الردانه ايوه فعلى القرانط قبل ما يهزوا للسداي وقت اللي توفى الخصله يربطها وقت اللي وقت اللي يربطها يعمل فيها طريف زعفران ويسديه وبعث لي ولي وجعب اللي يدور الجعب في كل جعبه وقت اللي يجي مشي يلفقها ومشي يلصقها يعمل فيها طريف زعفران كي الحايك يبدا يخدم فيه الحايك ويقيدهم هذه 2 3 20 1000 كعبه 1000 رفطه 100 رفطه مثلا يقول لك كل شوف الحايك هذا راهو كل نكيتة زعفران راهو هذاك رابطه مربوطه في الحايك وعلاش جامع بيد وجامع زعفران نعرفوه هو سمي علاش هو سمي سيدي زعفران سموه لانه هو كان يستعمل الزعفران في الربط نتاع الحايك اما هاو فما سؤال تفضل فما سؤال توا سمعت كلمه من عند سي محمد قال القرامطة اي وناس تقول القرامطة فهمت كيف تقول هنا فهمت ستارة مصح عاملين البلاك القرام هي القرام تا أيوة. تسمية كما يقولوا فاطمة فمن يقول فاطمة فاطمة هي اسمها فاطمة هي ولكن حسب التاريخ إذا كان هو مدفون معناها سي زعفراني سي زعفراني الله يرحمه وهو معناها يخدم في الخدمة وبتقرنيت يدخل باركشي القرنوت زعما جاي من كلمة القرنوت قرنوت هو احنا نقولوا القرانطة تو كما نقولوا مثلا احنا بحدا جامع عقبة بن نافع وفما بير وقت اللي بنوه قال بير يكفي سموه تو قولوا بير تكفى بير تكفى هي صحيحه زاد صحيحه بير تكفى تكفي معني تكفي صحيح بير تكفى قاعد يمشي بير تكفى لان اللغه نتاعنا المزيغيه هذه اللي قاعد نعملوا فيها تاريخ بين العربيه والمزيغيه لا بخلاف سي محمد لو تخدم عنده برشا كلمات يحكي لنا بكري يفسر لنا المصطلحات الادوات تم كلمه قالها الردانة اي الردانة هذه كلمه معناها قديمه برشا انا يستعملوها كي تمشي وتجي فهمت هكا ولا الردانة الردانة كنا ندوروا بها ندوروا بها سي ساعه اي تبدا فيها عجله ايوه هي العجله هذيك الردانة عجب كبير الردانة القديمه ايه عجب كبير فيها معناها فن فيها سيفة فن شيء كبير وكانت مصنوعه باللوح قبل الردانة ريونات لوح ايوه هي تو بعد والريونات هذوما تاع بسكليت والريونات هذوما تاع لوح يتعاملوا بالجلد نتاع العلوش حصل شوف يدوروهم بالجلد نتاع العلوش يبدا مكبوس على كيف رايك هذيك يحط عليها الخيط نتاع اكل يدور باش يدور باش يدور للمرض من قدام المرض كانت فما بكره يعملها زابوز يعملها الصناعي نتاع النجار تو موجود تو الله يبارك فيه ان شاء الله يبارك فيه بن سعيد سي بن سعيد هو راجل كبير اخر العنقود هما تو تبارك الله ولده هانو ولده خذا عليه المشعل وبدا يخدم ان شاء الله تكمل المسيره بتاعته ان شاء الله لاباس عليه لاباس بحول الله فنان اعمى فما كان لي ذاك يسمى نزق يمشي ويجي المغزى هذاك النزق نزق نزق وعلاش سموه النزق سيدي قالت له يقولوا الحنا يقولوا له انت
والله وحاشاكم وقولوا انت نزق يعني علاش هو على النزق هو التسمية هي النزق هو علاش كي تتمدوا هكا تغميم يجري يجري التركيبه نتاعو يعني الصنعه نتاعو صنعة موجودة كل فلوكة هو هكا كل فلوكة ترميه يجي معاك معناها ما يتعبكش الصنعة نتاعو كل فلوكة علاش كيف الفلوكة على خاطر لازم فيه طريف دويرة في الوسط أيوة هذيك فيها فيها البكرة 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 يعطيك الصحة يقولوا جعبة جعبة هذيك باش تبدا الدور وفما ثقبة فيه ثقبة يخرج منها الخيط وخير تربي تبدا دورك على ذيك انت ترمي من هنا ويمشي هو كي يرمي النزق من الغادي يبعد تقريبا حكيت 3 متر يا ودي مش 3 متر لا لا عندك تقريبا هكاك يعني العرض مو متر و20 2 متر و20 العرض انت تبدا رجلك اليسار تعفس على القرص اليمين وترمي منها ترمي من هنا تبدا قريب شويه ترمي يمشي يجري هو تتحول انت تتحول رجل اليمين تتحول بالشمع سي محمد اي مش دهن وش دينا هذاك يمسحوه مسحان بالعين باش يولي ارطب باش يولي ارطب باش يولي ارطب باش يتعدى يولي يجري يولي يجري بسرعه بسهله هذا عند استعمال الثقيل سي طارق اي هو استعمال الثقيل اللي كي ينزجوا به خفيف خيطه كيما نقول احنا الفتله راس الفتله هو نسميه واحد نزق فلسطيني تقام يتشدش هو اسمه 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 بالفرنساويه بالعربيه بالعربيه ما عنديش اسم نسميه نزق اما اسمه نافيت نافيت نافيتي هو النافيت كما نقولوا نافيت ماشي جاي هو ماشي جاي اي نافي يعني هذيك هي التسميه من غادي كنت واحد يعني ماشي جاي بخلاف هذا ثم بخلاف بخلاف الحايك اللي جبدوه ثم البرنوس اللي جبدوه كانوا قبل زاد البرنوس يجبدوه البرنوس يجبدوه كيفاش يجبدوه البرنوس البرنوس فما لوحه تبدا واقفه ولوحه فيها طريف هكا من الفوق نتاع طربوشه تحط فيه طربوش ايوا ومولوطه فما مسامر يدقوا في الارض وفما وحيدات كباش كبشات يعملهم الزبوز ايوا يكبشوا فيهم شويه تل ويكبشوا من هنا في بحر النوارات من هنا نتاع البرنوس وملتالي زوز اربع كعبات زوز من قدام وزوز ملتالي يدقوا في الماء وبعد يحط اللوحه يتكبس يقعد داك البرنوس مكبوس وقت اللي يشيح يشيح مطلوق ايوا هذاك علاش باش يقعد مطلوب وجباب سيدي محمد زاد القيام الجبه نتاع القيام كيف اي كان ما كانوا يخشوها ويهزوا جبدوها كيف كيف اي كيف زاد ما كانت حتى الجرابه قالب قالب سامحني يا سي محمد الجرابه اللي فيها السوق هذا نتاع الطعمه والنشر وغيره من شيء حولها السلعيه الاخرين كيما نتاع الجبايب ونتاع الصدار البرنوس والبلاغجيه حسيلو بصفه عامه خاطر هما يستمدوا معناها المواد الاوليه من السوق هذاك حوانت الواحد كل معناها دايره بها عندنا خيرات ربي عندنا سي حبيب العياشي عندنا سي بو حميد العظوم فما فما سي طيب نعمان فما فهمت ولا جرفال فما طيب طيب جرفال باي طيب جرفال واولاده هذوك هذوك يصدروا الكدرون والقشابيه والبيب تقريبا تو موجود والبيب البيب مازال موجود سي موجود سي عامر البيب مازال موجود لحد الان يعني صناعية معناها في حقهم انا نتفكر فما فما مغربي جاني للحانوت في وسط السوق وطلب مني قال يحب على جبه وراني قدم وسيط قال معناها باش ناخذ جبه تونسيه وجبه وخصوصا القرويه فراهم ما يعرفوش يمشوا للارتيزان كل شيء وتاع الزواج هزيتوا للجرابه بالحق وزيتوا سي سي البيب سي عامر عامر سي عامر فهمت انا وشاف الشوا ومن هنا الفرحه معناها الشراء معناها انه جبه وسروال عربي واسمها كان بدعيه صدريه ولا الفرمله ولا شنو الفرمله واحد فرمله يعني فرحته المغربي لا توصف تبدا تبدا القى معناها تركينه السوق اللي ما ينجمش يراه مسيره اليمين تلقى فيها كعابر ومن هنا تلقى الخلال اللي تدخل فيه الكعابر هذاك ايوه اربع فرامل هما زوز واحده فوق زوز واحده فوق واحده الاولانيه تبدا مقفوله والثانية تبدا مسيبة كما هكا. صحيح. مالا مالا. اي تبارك الله. مالا احنا. يعطيك الصحة فهمت ولا نحبوا نمتعوكم أغنية. فرصة أغنية برشا. أغنية جميلة. دخلت للسوق بتاع الجرابة عام 56. أيوا. وتوا عمري 82 سنة. اللهم صلي على النبي. ويطول في عمرك. شكرا. نحبوا نسمعوا أغنية تحكي على الزربية. إي. من أداء المطربة. الكبيرة صالحة. صالحة عودة لبرنامج حضرة الأسياد مرحبا بجمهورنا اللي التحق بنا الآن طبعا نفكر السادة المستمعين أن البرنامج بشيركم إلى الراحة حتى نتمكن من تأمين البرمجة الجديدة الصيفية لموسم 2022
بطبيعه الحال باش تتابعونا على الحياه اف ام في مختلف البرامج الجديده. نواصلوا حديثنا بطبيعه الحال سي محمد الشابي شهلول، انت امين سوق النحاس، اكيد عندك علاقه بمختلف الصناعات. شهلول يعني جرابه في الدوره الاقتصاديه في ولايه ومدينه القيروان. بسم الله الرحمن الرحيم. مش نحكيه على جرابه، جرابه معناها حرفه تاع فن. ايوه معناها الفنانين نذكروا معناها شي محمد او غيره، معناها خدمه كي تلقاها قاعد يخدم كانوا حاطين العود، خدمه كله مخه فكره جسمه كل شيء، خدمه عظيمه ياسر العظمه لله هي. وصنعه هذه ما خدتش حظها كما ينبغي في القيروان. ايوه هذايا معناها راجع لعده عوامل. هي مثلا ما فماش معناها شباب خلال مشعل على الكبار، وما وهي الحرفه هذه ما خرجتش ناس مش تضرب على الطاوله على الصنعه هذه وباش تشارك. شنو معرض ما فيهوش نسيج القيروان؟ شنو ملتقى تاع الصناعه التقليديه ما تلقاش النسيج في اي حاجه؟ ما تلقاش النسيج. هذا الشيء اللي غيرني انا. شنو نحن علاش ما نعملوش حتى التكوين المستمر؟ عملتوا برشا صنايعيه، عملوا نحاس، عملوا الحديد في الجرابه ما تلقاش الجلد، عملوا تكوين. انا اللي غيرني هي ما فماش ناس تضرب عليها الصنعه هذه. ويلزم كما قالت هذه الجيلاني قبل، قال راهو حاجه ما انت ما تمشيش ما تسعاش لو ما جيت حتى عاد ما يجيكش الخير. ولهذا المعتمد ولا الوالي ولا اي حاجه ولا مندوب تاع ثقافه ولا مندوب يدي في اوقات عمل نتاعو. كان مشيت له انت وهزيت دوسيات وقدمت ووريت تعاون، لكن انت مؤخر وقاعد في الدار لا قديش مش الخدمه الكل هي مش انت قاعد تحب تخدم، لا لازمك تسعى لازمك تمشي لازمك عندك انت في الجرابه عضو بلدي غادي، مش اعضاء البلديه نختاروهم اربعه كعبات من المقربين للحاجه الملوكيه، لا نحط انا نساج غادي يضرب على البلاصه، ونحط واحد انت لاهي بالصناعه التقليديه، مش بالضروره باش عنده مستوى ثقافي فهمت لا باك بليسويت مهندس ولا طبيب، ليه مهندس ولا طبيب؟ ولكن شهلول كل واحد ذو رسالته. كلامك معقول شهلول، ولكن لهنا فما حاجه مهمه، انه يعني في العصر اللي نعيشوا فيه العولمه و و و و يعني صناعات النسيج. شوف ذابت الصناعه هذه الخصوصيه تكوين مستمر يتعمل بالمقابل ليك. ولكن شهلول الناس بعدت على العبانه، بعدت على الحال. علاش بعدت؟ لان الشباب ما يحبش يدخل هو للنسيج وما يحبش يدخل للحيسيه، يحبوا على الماده. سامحني اي انا معاك لهنا، ولكن شوف فما راي عرض وطلب. يا اما انت باش تقدم التراث نتاعك وتواكب به في احلى حله وتطوروا باش تزيدوا معناها في عمره، ما كانش ما تلقاش روحك. هذا هو اللي صاير في مختلف الصنايع. سامحوني نسمع باش نقول لكم حويجه صغيره معناها. ايوه الصناعه نتاعنا نسيجه هذه، النسيجه هذه راهي القوامين نتاعها اللي مش تقوم به هي المراه. ايوه المراه اللي مش تصنع لك الماده الخام. ايوه الماده الاولى مش تصنعها لك، هذيك تشجعك وتولي تقعد تخدم، بديت توفرها، بديت شويه شويه ولات البنيه تمشي تقرا، ما عادش تحط امها بحذاها، ما عادش كذا، وهكذا الدواليك. شو ولاو نعملوا؟ ولاو عاملوا معمل يقردش ويغزل طعمه ويعمل القيم، القيم كفنوه الديشيه اللي يهبط هذاك في الارض، يخلطوه بالبوليستير ويردوها قيم، ونخدموا العبانه تجينا حرشه قرشه، تولي حرشه العبانه حرشه، وتحطها واذا كان قعدت خذتها المراه وروحت بها للدار، اول ما تغطى بها الساعه تلقاها حرشه، ثانيا تخبيها تغطات بها العام بعد تلوحها، تلوحها ما يحولش عليها العام وتسوس وتتلوح. صحيح فهمتوا؟ هذا شنو اللي خلى
اللي خلى الصناعه هذه وخرت التالي ماتت يعني. هو العبان هذه ما قعد حتى حد يخدمها، البرنوس ما قعد حتى حد واحد يخدمه. هو سي محمد سامحني شهلول، سي محمد احنا في الحصه الفارطه حكينا على مناسبه عزيزه غاليه هي عيد الامهات، نشوفوا معناها نشوفوا الامهات يعني دور الام يعني بصرف النظر انها باش تقدم خدمات جليله في المنزل من طبخ وغسل والى اخره، كانت عندها معناها كما كان يحكي سي محمد كانت توفر المواد الاوليه اللي باش يخدم بها النساج، كما كانت كما حكى الشيخ عمران بكري زاد على الامراه اللي معناها تجي باش تعب توسع بالها تعمل زربيه الى اخره. الشيخ عمران احنا في المره اللي فاتت حكينا على الام وحكينا على العلاقه حكينا على الام، ولكن انا متاسف يا شيخ عليه جاتني فبتني ولا امراه عمرها ايش 60 سنه للدار قالت لي الوالده ايش 60 سنه قالت لي الوالده نتاعي تحب عليك باختصار ترى الشيخ عمران مشيت للمراه المراه كبيره لقيت عمرها 87 سنه تبارك الله اي نعم بدات تحكي لي قالت لي عندي ولدي في بطن ولا لمده 5 سنوات او 6 سنوات ما جانيش وما طلش عليا. قلت له وين يسكن هو؟ لعل يسكن في بلاد اخرى ما نقولش في الخارج. قالت لي لا اخته قالت لي راه يسكن 500 متر فهمني وما جاش. قلت له متزوج؟ قالت لي متزوج. قلت له عنده صغار؟ قالت عنده صغار فهمني. والله لينا العباد بكات معايا واحد هزيته بكاء فهمني. انا مش نجبد لايات قرانيه ولا احاديث الطريقه الخروج بدنا، اما نحب ونقول له اغتنم هالفرصه هذه ونعرفه توا قاعد يسمع فيا فهمتني ولا، ونعرف اللي صاحبه مش يحل الاذاعه توا قاعد يسمع فيا ونقول له اغتنم الفرصه هذه ومشي لامك. ايوه انا باختصار توا انا حكيت فهمني راي الام هذيك في الاخر قالت لي انا ما نسمحوش لا دنيا لا اخره فهمني، وليت نصبر فيها ونعمل فيها ونقول لها لا. وعندي وصف قالت هي المراه الكبيره قالت لي كنت يقول لها يا كنا راك فتن ولا تكبر وتولي حماء ويوقع لك موقع لي ليلينا. ايوه هاني بلغتها لك وعندك صغار وبينك وبين المهم الله. احنا معناها نشوفوا علاقه الام ويعني خدمة الأم هاي تخدم في القيام وتخدم في كذا هاي تخدم هاي تعبة تقاها زربية وتقاها مرقوم وهاي تخدم إن شاء الله أسمع ربي يعاون كل أم. ما نعرفش أنا احنا عنا اتصال هاتفي ما نعرفش إذا كان الفريق التقني يقول لنا إذا كان حاضر نجمو نتصلوا به. سي شهلول نحبوا شوية إلى كان فما تكرملنا بعض الناس اللي خدمت في هذه الصناعة. نعم عندنا اليوم عنا برشا ناس خدمت الحرفة دي يعطيهم الصحة وتعبوا كانت تعب كبير مش كما توا هاي فما حاجات توسوري برشا لفما عائلات قيروانية يكرموها دخلة حتى بالبوم فما أيوة. دار الفاسي هذوما عائلة قيروانية دار بشير دار المدلسي دار بن سلامة دار جباس دار لوبيري دار الخلادي هذوما الكل خدموا في هذا القطاع هذوما خدموا القطاع الكل دار مبروك دار بن عياد عجوز الدماكي بوسريح الكعبي الرباوي ميلاد الزرمديني البقلوطي دار عبان دار عظوم دار الفريقي دار سيد دار النخلي كذلك دار بسرور دار العش سي مصعب الجبر رحمه الله الصدفي هذوما عائلة دار المعوج يقولوا دار مقدود نحن أيوة. لا عندك سي تيجاني الفوال دار الورتاني دار الطيف دار الرماني دار بوسريح هذوما العائلات القيروانية سي محمد زرقان رحمه الله دار المجربة تميمي سعلي جمعة دار بن عياد دار العبيدي وهذوما الناس اللي خدمت الحرفة دي وان شاء الله كان نسينا واحد ولا اثنين راهو الكامل هذوما اصيل مدينه القيروان هذوما هذوما اهل القيروان هذوما اللي ناس فهمت ولا خدمه الحرفه هذيا من القديم وان شاء الله اللي سماهم الكل توفى والله يعني على كل حال نشوفوا شهلول يعطيك الصحه وبارك الله فيك نشوفوا على الخط مدام فاطمه القصيبي الو
الو عسلامة. مرحبا 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 لا فاطمة. ما ان شاء الله مبروك علينا الساعة. نهني نهني روحي ونهنيكم الكل بهالقناة العزيزة. يعيشك. ومرحبا بضيوف الكرام نتاعنا ولاد بلادنا ونتاعنا. يعيشك نورتنا. واسم سيد أرقى العلاني وشهلول وكلكم الكلكم الكلكم. يعيشك يعيشك يا مدام ربي فضلك. مرحبا بيك. أهلا ومالينا انتوما. وانت أول إطلالة بحذانا في قناة الحياة اف ام إذاعة القيروان الصحة. أول مرة وهي معناها خاصة معناها اختصاصها الصحة وفي صحيح. نفس الوقت يعني برامج تثقيفية ونحكيوا على تراثنا ونحكيوا على مدينتنا. مبروك علينا يا عايشة كل وإن شاء الله توصلونا صوتنا وتزيد تزدهر القروين وإن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يجي خير إن شاء الله. إن شاء الله. لفاطمة احنا حابين نسألوك من خلالك أنت معناها تفهم في الأمور متاع يعني الجهاز متاع المرأة يعني إيش علاقة المرأة بالجرابة يعني العروسة تقريبا. العروسة نحن أيوة. أنا بالنسبة لي أنا نسكن وكنت تولدت في صبات البيجي بالضبط. يا الله الله أيوة. كان ماشي نقرأ نتعدى قبل على الجرابة أيوة. وبحذنا باب القدة معناها بنت حمت الجامع أيوة. وكبرنا وهزيت الحي كل أمي قداش من مرة للجرابة وباش لك التشيح التجبيد وكلهم الكلهم وصناعة متاع العبين والتجليلة والورقة قبل والحي وكل شيء هذاك الكل نتعلم عيني مليانة بهم أيوة. حول الله وهمش نحكي لك عزيز أيوة. قبل كنا العروسة ما تخرج كان بالعبينة بزوز عبين انت كل قدير وقدر ما نقولوش نحن يخرجوا برش اما المهم عندهم العبينة أيوة. والتجليلة والورقة قبل والفرشية والحي كذا هي تلبس معناها ان لبسنا الحي الحيك مع امي كان حيك فما الابيض وفما الاكحل الحقيقة تخرج بهم العروسة وبزرابيها واللي ما تعرفش حتى تتعلم وتولي تسدي الروحة ويعلموها مولدي ما قعدوش بالحق علاش الحيك كحل والحيك الابيض ما الحيك الابيض أيوة. الحيك الابيض متاع الابيض هذاك متاع الخرجة ومتاع الخرجة مثلا ماشي لدرع عرس والا ماشي نستيد نوال والحيك الاكحل يستعملوه كل متاع كل يوم ايوه الاكثري هو يتسبق الحيك ايوه هي ان فما زاد لعبنا يعرفوا عاد ضيوفك 12 وفما 9 والتجليله ما هي 6 بطبيعتها والورقه والان يعني عاد ما عندك اهل اقتصاد هما بعدين لا فاطمه فما علاقه اخرى بالزربيه في الجرابه موجوده العلاقه هذه اي موجوده ما ناخذ الطعمه من أيوة. الجرابه وكان سي القحطار الله يرحمه زاد قبل والهشكول والطعمه والطعمه زاد يبدا دلال يدلد شكون حتى يوصل السوم وياخذوه فما اللي تصبغ وفما اللي يحب هذاك العلوشه فما انواع واشكال يا ربي لك الحمد قبل خرجنا وعنا ولتوا يعني بنتي عندها العربي ايوه وال حاجه اخرى مدام فاطمه يعني نحكيه مثلا على الكاسة فما احنا إيه؟ بكري حكينا على الكاسة فما كاسة خاصة هذيك المميزة أيوة؟ عند الناس الكل حتى كي نمشي البر أيوة؟ بربي بربي وجيب لنا وجيوني سوحلية من بحذية ضيف والكل ونهجهم للجرابة ياخذوا عندك الكاسة وعنا نحن الفرارش المجعبين ايه ايه فرارش مجعبين انواع واشكال تحب الابيض والرود يخرجوا ما نخرجوا كان بيهم بحول الليل معناها الشيء 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 بصراحه انا باش نقوله لفاطمه الشيء المؤسف بصراحه انه دخلت انواع نتاع كيس سخرينا في ثقافه القروان اللي ما كانتش موجوده عندنا معناها من معناها من مواد اخرى سي محمد بوليستير البوليستير هذا هاي بوليستير هذيك هو نتاع توا تزاير هذوما بوليستير يخدموهم مع بعض فيهم لا 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 كيسنا العربي هذوك فهمت ولا يتنفخوا من اللول في الماء السخون ايوه ومن بعد ونهزوهم للحمام نحطوهم في السخون ويوليوا يحكوا ما شاء الله ما نحك الا بيهم يعني ما نخوش نتاع الجزائر والكل
عندنا نحن اذا ما نخر نحن ما نشريوش كيسنا نحن ما نش يجيو من برا يشريوهم لنا. اي يعطيك الصحه. لازمها ترجع الكيس هذوك. الا فاطمه توا 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 البنات اللي يخرجوا توا يجهزوا ويخرجوا من ديار من ديار والديهم هم يهزوا العبين واش يهزوا اخر معاهم توا او يهزوا البطاطم توا ويهزوا هذيك الكوفيت توا جات الكوفيت ايوا توا الكوفيت تقول لك ما نجمش أيوة. نتغطى ونهزينا عليا هذا هو يعطيك الصحه نهزينا عليا وما تنجمش ما هو نحن أيوة. بيتنا فين ولي ايوا ماشي نجموا يتغطوا بها وهي من اعز ملحفه من لوطه وفوق منها لعبينه يا رب ولعبينه طبيعيه ولعبينا من مواد هذاك علاش شوف شوف اللي فاطمه هذاك علاش فينا نعم. امراض نتاع حساسيه ولات حساسيه اي والكل لانه بعدنا على الصوف اللي هي ماده طبيعيه لا لابد هذاك انا اني انه كيفاش يقولوها عندي الحاجه القديمه موجوده ولعبين عندي والجل عندي يا ربي لك الحمد والفراشيه والحايك التوا وعندي أيوة. انتي توا عروسه تحب تمشي بيه للحمام نعطيها الحايك يعطيك الصحه تقول لها البس ماشي الحقين البس الحايك وخرجت بناتي كيكا بالحايك يعطيك الصحة بارك الله فيك إلا فاطمة القصيبي مشكورة على تدخل وإن شاء الله تنورنا ومرحبا بهم ضيوفنا يعيشك عليهم الكل ويعطيك الصحة نقول لك على مدام سي شهلول بحذيك أيوة. حتى نحاس ما عندك ما تقول فيه راه أمين سوق النحاس كله بحذينا أنت تشهد فيه شهلول صناعي إيجا نقول لك من أعز اللي يخدموا بحقيقه أيوة. هو شهلول. هكا تعلم على عليم هو تعلم على ابوه. اي على ابوه وعلى وانا الوالد وجدي الله يرحمه كانوا يطلعوا عند ابوه وعند جد. ايوه وعمو سعليه زاده الله يرحمه. كانوا اشهار هذايا للشهلول. لا 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 عملوا لنا حصه عملوا لنا حصه على شهل على النحاس. عملها انا بالمناسبه ايوه على شهلول. نكرم نسيت انا الامناء تاع النسيج. ايوه وبيت القرقني أيه؟ الله وبيت الكعبي وسي المبدول هذايا مازال حيش عبدو توفى عبدو مازال ما شافوه ياك فكرت ولا فاطمه اي هذوما ثلاثه نكرموهم عليها الناس خدمه القطاع وان شاء الله ربي يرحمهم اللي ماتوا واللي عايشين يعطيك الصحه شلول شكرا مدام فاطمه يعطيك الصحه ومرحبا بيك ونورتنا وان شاء الله نتقابلوا معاك في البلاتو جيد ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك شكرا سيدي سيدنا شبعتوا في الحديث سيدنا نور الدين الغماري مرحبا بك مرحبا. وبعد الغياب الطويل المهم ما مشيتش لبلاصه اخرى لا مشيت اي لا لا مش نقصد معناها ما مشيتش جابنا الجديد عنده ما يفرح طبعا مرحبا بك سي نور الدين الحصه نتاعنا اليوم نحكيوا فيها كسمعت نحكيوا فيها على الجرابة والجو نتاع يعني سوق الجرابة كانت قد منا السوق وهالدرا كان صغير من الاول كان حانوت اثنين وبعد كبر والا يعني كيفاش كان تاسيسه الحاجه الاولى هو انه راني انا كنت شريك في مشروع تهذيب بطحة الجرابة ايوه وك البوستة هذيك اللي اتعملت ما كانتش كانت فكره السيد العلاني ايه هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي ب 500 الف دينار 500 مليون يعني عملناها 2004 وهذبنا به البطحه هذا كتراو فيها تولات من احسن الاماكن اللي الناس تصور فيها بطحه الشرابه مزيانه وهذيك خدمتنا كانك في اسبانيا اي هذيك نوجه التحيه للدكتور مراد الرماح نعم رئيس جمعيه سياده المدينه وسي مراد خدم وسي سيد العلاني وسي سيد العلاني والفريق التقني كامل وكان صاحب فكره وكذلك نوجه التحيه للدكتور خالد القروي المهندس المعماري اللي في عمان هو توا لذا اشرف على التصميم يعني مجهول سي خالد القروي ايضا التحيه بارك الله فيه وخاصه الى جامعه العالم شوف سي نور الدين الناس تخدم وتمشي ويقعد معناها تقعد الحاجه البصمه الجميله احنا كما كان يحكي شهلول نحبوا نضيفوا للمدينه هذه نحبوا نزيدوا نزينوها نلمعوا الصوره نتاعها هذو من الناس اللي خدمت نقولوا بارك الله فيهم ويعطيك الصحه سي نور الدين على ذكر اسمائهم توا باش نرجعوا الى بطحه الجرابه ولكن انا بطحه الجرابه راهي عندها قيمه في تاريخ تونسي اهم من اللي ذكروه الاخوان حول الساعات التقليديه لانه الدوله الشابيه اللي قامت وقعدت 25 سنه في تونس الدوله الشابيه قامت في الجرابه القصبة القديمة أيوة. لأنه الصراع اللي تم في القرن 16 وقت اللي العثمانيين حبوا يحتلونا والإسبان حبوا يحتلونا عركة في المتوسط ما بين زوز أمبراطوريات على تونس فعرف الشابي
هو اللي وحد القبائل وحارب الإسبان وحارب الأتراك وأقام الدولة الشعبية في جرابة اللي هي أكل قوس. وانتم دوبا ماشيين للخضراويين تلقاو القوس هذيك القصبة القديمة اللي كان فيها مقر الحكم لتونس وليس القيروان فقط. أنا موافقك شهلو الشعبي شعنا في خاطر وخاطر وشعنا فيه. لكن نرجع للمهم برش عليش وذاك علاش تيما نقولوا الاسبان يقول لك عرف الشابي هو بابا القيروان. يعني في صوره في المراجع الاسبانيه ماهوش شي سهر الحكايه باش تفهم انه دوله كانت غادي وكانت دوله السياده الوطنيه رقم واحد. مفهوم السياده الوطنيه والقوميه التونسيه مش يظهر في عصر الدوله الشابيه اللي اقيمت يعني في القصبه القديمه. وللاسف نقولوا احنا برشا قراوه ما يعرفوش اهميه القصبة القديمة وأهمية جراب. هذا عن نحكيه على المستوى الوطني والدولي أهمية هذا المكان. ثم مش يجي نحكيه حاجة أخرى اللي هي تو برشا سمعت برشا بوكائيات واحد هم العبيد مش في من تسلسل تاريخي لأنه واد الكسب اللي يربط ما بين باب تونس إلى باب الجلدين ما كانش ذاك السوق. أيوة مجرى أي ذاك كان مجرى متاع واد. فهمتني السوق وين كان؟ كان الغادي من الشيرة اللي فيها الجرابة وكل شيء. مش يبقى حتى مش يجي الحسينيين بعد الفتنة البشية مش يعاودوا يهيئوا السوق ومش يبنيوا جامع البي ويهيئونا ويردموا الواد من باب تونس إلى باب الجلدين ويتحول المركز التجاري إلى السوق اللي نعرفوه احنا توا. وتبقى الجرابة منحصرة على قطاع النسيج واللي ذكروهم وكل شيء. ولكن قبل ما تكون هي جرابة كانت بطحة سيشهلول. أيوة. لأنه عندما نقول قصبة قديمة يلزم ديما قدامها ساحة كبيرة بارشة لأنه السلطان أو الأمير مش يجي مش جمع قادة الجيش وكذا كما ترى في القصبة الحسينية اللي توهي النزل. دونك سيشهلول ذيك كانت بطحة وعندها اسم آخر توه اللي هي تسمى بطحة زروق. زروق. ودونك علاش توا قلنا فهمتني شهدت برشا تغيرته. فما حاجة أخرى شهلول المشنقة القديمة شكون يعرفها المشنقة القديمة؟ آيس البقلوتي بعد الباب الجلدين. لا حمت البي. لا حمت البي. لا مشنقة المشنقة القديمة في الجراب. فما في الجراب عندنا مشنقة توا ولدها جامع ابن خيرور ريتوش وين البوست الدار الثانية اللي مقابلتها هذيك كانت المشنقة. فهمتني خاطر كان ما قلت فهمت قلت لك مقر حكم فهمتني دي حكم تونس مش القيروان فقط فهمتني. وهي تبدلت يعني مورفولوجيكمون نقولوا احنا ما كانتش راكي فكيك الجرابه فهمتني أي. تبدلت بعامل الزمن جاوا الجماعه جابوا خاطر شنو هو تونس كانت تعتمد على تصدير الصناعات التقليديه والصناعات التقليديه باش تميزت هي من عهد الاغلبي باش كنا نصدروا كانت القيروان وتونس متميزوا بالصباغه صباغة الجلود والنعمة والنسيج وكل شيء للتصدير. وكانت القيروان تصنع الفخار كان الفخار القيرواني يصدر إلى أوروبا عن سيد القلال يصدر إلى أوروبا فهمتني. دونك هذاك علاش توا لازمها نقولوا احنا توا الجرابة في وقت توا. والله أنا نشوف شوف عملوا فيها برشا حفلات وكل شيء قاعدة ترجع لروحها معناتها الانترفونسيون اللي عملتها جمعية سنة مدينة في أحياء البطحة وكل شيء بدأت العباد تهتم. صحيح فما قلنا القصبة القديمة مش مهتمين بها برشا. المعالم أهم حاجة هو معلم ابن خيرون جامعة ثلاثة بيبان اللي هذاك جاب نقطة للقيروان راهو في بالكم ولا الجامعة ذاك لأنه أول ظهور للواجهة المنقوشة في العمارة ظهر في القيروان. ذاك علاش عند تصنيف القيروان كتراث عالمي وجامعة ثلاثة بيبان جاب لنا نقطة من خمسة. ثم عن الجامع الثاني اللي هو ابن خيرون اثنين عرفت ابن خيرون اثنين اللي هو وراء البوست ذاك جامع اللي كان فيه السيد العطار انتم ذاك خاطر برشا عباد يقعدوا باهتين يخلطوا خاطر هو توع ابن خيرون واحد الفقهاء الذي ظهر في العصر الاغلبي. وللاسف برشا ناس ما يعرفوش فهمتني انه كيما جامع ثلاثة بيبان عنده قيمه كبيره كيما ابن خيرون اثنين عنده قيمه كبيره. ثم نتعداو الى بقعه مشهورة جدا في القيروان اللي هي باب القدة واللي حد ما يعرف التسمية علاش اسمه باب القدة. مستنى في الجواب هذا حتى انا ما نعرفه.
هو شخص سكن في هذا الحي كنيته القداء، هو الحاج احمد فهمتني؟ لا 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 مش قد هو حاج احمد، هو في العصر الحفصي سكن الحاج احمد مش قدية احمد احمد الصفاقسي شهر قداء القداء. أيوة. واخذ الحي، هذا شخص عاش في العصر الاغلب في العصر الحفصي ثم اعطى اسمه للحومة كاملة، والتوى مازلنا نقوله باب القدة باب القدة باب القدة موجود. أيوة. وان شاء الله كنا استفدت وافدناكم بارك الله فيك سيدي. في اغنية فكاهية هكا شعبية يعني يقول لك في باب القدة نعمل لك سدة، في باب القدة واللي يتعدي يشبع بالنوم. اي كان بلد به. اليوم حصتنا كانت حلوة سي نور الدين، نحب كريمة الختام سي نور الدين. والله نقول يعني ماذا بينا، ما حتى احنا توهنا متفاهمين وكل شيء، معناتها القروان بدات الناس تحس وشباب بدا يرجع كل شيء. ونشكروا الاذاعه اللي حضرت لنا يعني نافذه على هالاشياء هذيا، والناس كلها فرحانه وبدات الناس حتى الشباب. اهم حاجه تهمني الشباب، اللي الشباب يعني تغرم برشا برشا. واليوم شكرا بالله نحب نعرضوا على الحاجه. شوف الاكسيون اللي عملتها جمعيه سيد علي النوري من صفاقس، زياد خصيصا من صفاقس باش تقوم بحمله تنظيف مقام الامام سحنون، ونشكروهم ولانه بدات الناس تفيق وبدات ترجع للتراث وتحب تثمنه. ونقولوا راهو التراث ما عادش باش نغزروا له انه ما عادش يجيب فلوس وكذا، لا بالعكس، راهو التراث قد ما نثمنوه قد ما تكون عنده جدوى اقتصاديه وتجاريه مهمه برشا على الناس وعلى العباد. شكرا سي محمد. سي محمد مره اخرى نقول لك مرحبا بك. بيك عايشك، وان شاء الله الطريقه الجايه يكون عندنا معناها لقاء معاك، ونجموا لما لا حتى نمشيوا للجرابه ونجموا حتى نعملوا لقاء ميداني. مرحبا بكم وعايشك بارك الله فيك سي شهلول. سيدي ربي يبارك فيكم، ونحن توا كل يوم ولا كل يوم نستفادوا من بعضنا. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا للاستاذ نور الدين اللي اعطانا طاقه. سي عمران سيدي بارك الله، كريمه الختام. نحب نشكر الشباب اللي أصر. أيوة. باش يحضر معنا في البلاتو ويحب يسمع تاريخ القيروان. يعطيك الصحة. نقطة نهاية برنامجنا حضرة الأسياد، نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الفريق التقني، إخراج تقني صوت آمنة بوخيت، صورة محمد سيف الدين بولعريس، من أمام الميكروفون الأستاذ شكري القداح. خليكم برونشي على 93 مع الرياضة والمقابلة المرتقبة، وعلى أمل اللقاء نقول لكم باي باي. لطفي بوشناق أنت شمسي. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد.